قتل أكثر من 40 مليون إنسان طوال فترة حياته، دمر مدنا كاملة وأحرق بعضها بمن فيها. لم ينجو الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ من بطشه وظلمه. إنه السفاح الدموي جنكيز خان. مرحبا بكم في قناة تريندينج عربي. اسمه الحقيقي تيموجين، وكان ابنا لأحد زعماء قبائل المغول، وسماه أبوه بهذا الاسم على اسم أحد زعماء أعدائه من التتار والذي قتله بيده. وبعد أن كبر تيموجين قرر تغيير اسمه إلى جنكيز خان بعدما أصبح أكبر زعماء المغول. اتصف بدموية لم يعرف التاريخ مثالا لها، وكانت نهايته أيضا دموية مثل حياته. قتل التتار والده عندما كان في سن 9 من عمره، بعد أن وضعوا له السم في طعام كانوا قد دعوه إليه. اشتعلت نار الانتقام داخل جنكيز خان وأراد أن يتزعم المغول ليقوم بالثأر لأبيه، لكن قومه رفضوا أن يسلموه الزعامة بسبب صغر سنه حينها، مما زاد غضبه وقرر أن يثبت لقومه أهليته للزعامة. ولكن اللغة التي سيثبت قوته من خلالها هي لغة المغول نفسها، وهي اللغة الأبشع على مر التاريخ، والتي لا تعرف مصطلحا غير سفك الدماء. أول ما قام به جنكيز خان هو توحيد جيوش المغول تحت حكمه، ولكن هناك من المغول من رفض الدخول تحت حكمه فأبادهم عن بكرة أبيهم. سار بداية جنكيز خان بجيش المغول المكون من 20,000 مقاتل وخرج لمواجهة التتار، فهزمهم شر هزيمة، وأكمل على مدنهم وقراهم وعاث فيها قتلا بلا هوادة. حتى الصبيان لم يسلموا من بطشه، ولم يترك إلا الرضع وحديثي الولادة. كانت إحدى قبائل التتار قد اختطفته في صغره وعذبته، فقام بغلي زعمائها داخل قدر كبير من الماء وهم أحياء حتى ساحت جلودهم، وأغار على أسرهم وقراهم وقتل كل من فيها. لم يسلم من شره كبير ولا صغير، فقد احتل بلدانا كثيرة ونكل بأهلها حتى بلغ عدد من قتلهم أكثر من 40 مليون إنسان. وأما عن نهايته الدموية فلم يعرف مكان قبر جنكيز خان حتى بعد موته، فهذه وصيته العظمى التي تسببت بقتل ما يزيد عن 30,000 نفر ممن شيعوا جثمانه، فقد قاموا بالانتحار بعدها حسب وصيته، وبقي مكانه سرا حتى الآن. أخبرنا ماذا تعرف عن إمبراطورية المغول الدموية. إن أعجبكم الفيديو نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.